السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم يا جماعة كاننا وين؟ احتفال جميل جدا سوونه وارنر براذر مع شيئين، اللي هو شيئين powered by love. الله الله الله، موجود يوريني مسوي وردات جميلة. خلي احنا ما قلنا لهم ايش فكرة المركز هذا. الفكرة هو اليوم اجتمعنا عشان نسوي توعية عن التوحد. اي نعم، احنا الان في مركز دبي للتوحد. طبعا يا جماعة شيئين ووارنر براذر اجتمعوا في مكان واحد عشان حملة تبرعات وايضا يرفعون نسبة الوعي للتوحد. فالحين بيلقون كلمة، فجينا بدري اليوم ما شاء الله. هنا بيحطون شخصية وارنر براذرز، وهنا الاشياء الحلوة، وبيكون هنا في حفل غداء. وقابلناهم خشمي، قل خشمك يا ذيبان. يا سلام، الله عليكم. ناخذ صورة كذا جماعية. شوف ما شاء الله فريق الإعلامي في مركز دبي للتوحد، ما شاء الله. يا سلام. فالحين احنا بنجتمع ثلاث عوائل هنا وبنرسم على هذا اللوح. ما شاء الله، شوفوا هذا الفنان اول شيء بيرسم. خولة، الحين احنا لازم نختار كاركتر واحد ونرسمه. اي بتلونه بس ما شاء الله. انا شوف الارتست هنا قاعد يرسم الكاركتر الحين قاعد يرسم. ايوه الفنان يحتاج حتى سكتش، احنا قاعدين ساعات ما شاء الله. فنان. يا سلام، الله يعطيك العافية. يلا يا جماعة لازم نختار الحين، لازم الحين نفوز عليهم. مدري منهم بس هو تحدي بين ثلاث عوائل. ما شاء الله على رسمة كده على السريع. طبعا الحين تحدي بيننا وبين الدكتورة خلود وأميراتها. فالحين وش بدك تختار؟ أي شخصية؟ ما أدري. ها؟ مجودي يختار. مجودي اختار أي شخصية. Which one? I'm a good artist. Huh? Which one? You need to pick one. ما شاء الله، بدأ من جودي وعزوز. عليهم عليهم. جود وبناتها هناك. التحدي الحين، يلا. يلا يلا يلا. هناك الحضور الله يعطيهم العافية. خلني أوريكم يا جماعة الرسمة. الله عليك يا مجودي. جانا تسوس هذا فمه. وهنا يعني ما شاء الله مبدعين، ثلاث الوان بس ما شاء الله. الرسمه اللي ابدعتي فيها يا دكتوره خلود ما شاء الله، والله ابدع. فحلو، حلوه والله ما شاء الله. ها كيف خربت الرسمه؟ خلاص خربناها. الله يعطيك العافيه، انت الحكم، فوزينا خلاص. دائما اذا انت صرتي حكم تفوزون. بعد ما نخلص قالوا لنا نجي ورا، عندنا مفاجاه لكم، فنشوف ايش هو المفاجأة. ها بسم الله. ما ادري قالوا في مفاجأة. عاد تحبين المفاجآت هذه؟ انا احب المفاجأة. انا قايل لهم يسووا لك مفاجأة. اتمنى تكون مفاجآت طيبة. الاوتفيت يجنن. لحظة اوريكم اياه. يا سلام. طبعا هذا الاوتفيت حق اليوم. الله توني انتبه. اللي هو هاري بوترز. جميلة يا جماعة، هذه موجودة. ومجودي اهلا اهلا اهلا. حتى انا يا جماعة طقم هاري بوتر، ايش رايكم؟ انيق انيق والله، انيق وحلوة ولونها جميل مرة. بس هذه على فكرة. وعندنا بعد ثلاث اوتفيتس شوفوها. الله يعطيهم العافية. اوه ثانك يو سو ماتش. لا هذا ما يصلح، باربي. عادي عادي جوانا. عادي عادي اجي والله جوانا. يلا ثانك يو سو ماتش. وانت ايش طلع لك؟ قبوع. هذا وش هو ذا؟ خلينا نتبادل. سيارة. ايه ما انت وش هو؟ ما شاء الله. اوه حلوة شكلها. وش ذا الابداع؟
انا جاني باربي. انا مسكين دائما بروح اشتكي عند الارنب ذاك اللي ابو اذانيه كبار الحين. يا سلام، خلينا نعبي الكرشه. وانا اخوك وانا ابوك. ما شاء الله تبارك الله. اوبا 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 خولة. اذا يحصل تاخذين الصحن هاي اي مره واحده. ها ما شاء الله، وش الريحه الطيبه. الله يعطيهم العافيه. ومعانا على الغداء الحلو عصام. هلا والله، اهلا وسهلا. يا هلا وسهلا، الله يطول لي عمرك. معانا عيالهم الحلوين. هذه ما شاء الله. نفس العمر. ها ما شاء الله، خير ان شاء الله. مواليد 2016. وهذا ما شاء الله، خلاص شهر 6. اجل بينهم شهرين او ثلاثه صح تقريبا. ما شاء الله تبارك الله، والحمد لله الذي اطعمنا وسقانا. وش قالوا لنا؟ قالوا لنا تعالوا ارقصوا. شلون ما ادري. Are you ready to dance for dancing؟ يلا. شوفوا يا جماعة، راحوا العالم. وخولة تبغى تكمل الرسمة. ما أعطوني فرصة. ها؟ ما أعطوني فرصة أشارك. طيب لا، ارجعي للرسم، أنت ما شاء الله تحبين الرسم. ترى أرسم من يوم فترة ثانية بس ما صرت أشارك كثير. يلا. الله حلوة. خولة عندها مداخلة جميلة. تفضل طال عمرك. هذا اليوم هو عبارة عن فرصة عشان ننشر الوعي لذوي التوحد. حلو. طيب ابغى اساعد مركز دبي للتوحد، وش اسوي؟ عندكم رابط تحت في صندوق الوصف، ادخلوا عليه، وعندكم كود خصم، اذا استخدمتوه راح يخصم لكم 20%، والمبيعات راح يكون في جزء منها واللي هو 30% لصالح هذه المركز، مركز دبي للتوحد. وطبعا شكرا لشيئن على هذه المبادره الجميله، واللي هي شيئن باور باي لوف. اليوم الخاتمه غير يا جماعه. اي لا في نهايه هذا الفيديو لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب، واهم شيء السبسكرايب. باي. مع السلامه. والله فرصه جميله، وان شاء الله يا رب نشوفكم في مناسبات ثانيه يا رب. اكيد اكيد ان شاء الله. الله يسعدكم يا رب. مع السلامه. مع السلامه.